الناحيه الشعب المغربي تنهنؤه بالمناسبه تاع النجاح المقاطعه ديالهم. والله الا ناجحه، لان اغلبيه ستاسيون اللي قاطعتوه دوك الطوموبيلات اللي كاينين فيه راهي جاو للخدامه. المقاطعه راه نجحت 100%، ولكن واحد الحاجه اخرى اللي ما عجبتنيش انا فراسكم يا بطل، راه ولينا تنشريو حنا واحد الوثيقه تيشريوها المغاربه، اغلى وثيقه في العالم تنشريوها حنا بزباب الفلوس وما تنستافدوش منها. هادشي تاع هاد لاسورانس هادي، هاد لاسورانس هادي حنا اش تنستافدو منو؟ ما تنستافدو منو حتى حاجه. هاد لاسورانس حنا واش عباد الله، انا مشيت شريت موتور ب 50 الف ريال، منين تدو بغيت نشريه قالوا لي ب 38 و800. واش انا عندي باطو ولا تياره بغيت نشريه انا ب 38 و800؟ ملي مشينا عندهم قلنا لهم كيفاش هادشي هذا، قال لك راه عنده السيلندر فوق من 50 دواخه وقل من 50، شحال غادي تشريوه؟ قال لك ب 14. وعلاش تشريو لنا الطروب 28 و800؟ حتى هي كفاش السيلندر قل من 50 فيها 49، علاش بديتو تشريوها لنا نتوما ب 28 و800؟ علاش؟ واش تنستافدو حنا كاع من هاد لاسورونس؟ ما تنستافدو منها والو. كاين اللي تيتشري مسكين الكبده تاعو تخرج، كاين اللي تيتشري السقط ديالو، كاين اللي تيتشري الملج تاعو تيتشري، فاش يمشي لاسورونس ما تيستافد والو، ما تنستافدو حتى حاجه. تعويضه 3 جيرو تعويضه هزيله جدا، وبزاف هادشي راه بزاف. واخا حنا بنا الحل ديرو لنا الدوله، بنا شوفوا حنا الدوله نعاودو نخلصوا هاد لاسورونس منا اليوم حنا ديريكت، ولا عرفتي غادي تيرو حنا غادي نركبوه على بيكالاتنا كاع. لا دابا كاع ما نديرو معاكم لا نتوما ولا لاسورونس تاعكم، وبزاف واه الحماق هذا جهلتو. والله جعل البركه اللي غلبيه واه، وهذا راه مقترح بالنسبه للشعب. الا بان لكم ما نزيدوهم على هذوك الربعه نزيدوهم، ما عندنا حنا مشكل، بان لكم نقاطعوهم حتى هما نقاطعوهم.